طبعا يا جماعة، احنا غطينا انواع كتيرة من الاوتو انكودرز، ولكن عروض الشركة السعودية كالعادة ما بتخلصش. ودلوقتي معانا اوتو انكودر جديد اسمه الكونتراكتيف اوتو انكودر. الحقيقة الكونتراكتيف اوتو انكودر لما بصيت عليه اول مرة حسيته مجعلص كده ومخيف، ولقيت مصطلحات كبيره زي الجاكوبيان ماتريكس، وافتكرت بقى الجاكوبيان ماتريكس والديترمنت بتاعها والدبل انتجريشن والحاجات دي كلها. بس كالعاده النظره الاولانيه طلعت نظره سطحيه جدا، وفي الاخر هو طلع اوتو انكودر بسيط ومهزأ عادي. الكونتراكتيف اوتو انكودر نقدر نفكر فيه كده مبدئيا ان هو فكره جديده بتحقق هدف شويه شبه الدي نويزنج اوتو انكودر نوعا ما، وبتحقق برضه هدف شويه شبه السبارس اوتو انكودر. احنا عايزين نجيب feature extraction او نجيب representation محترم للديتا، بس بيستخدم طريقه مختلفه شويه. وهنشوف كمان شويه المقارنه ما بين الكونتراكت اوتو انكودر وبقيه الحاجات الثانيه يعني. طيب، الفكره بكل بساطه انت عندك كالعاده input layer، ماشي، بتاع ياخد وقت على ما يقدر يستوعب اللي بيحصل، ماشي. بعد كده عندك hidden layer برضو، ما فيش مش مهتم ان يكون عدد النيورونز اقل من عدد الانبوتس شبه السبارس يعني. وعندك مثلا اوتبوت لاير بتكون زي الانبوت لاير بالظبط، عشان انا بحاول اعمل لازلت بحاول اعمل ريكونستراكشن للانبوت. زي ما شفنا قبل كده الاوتو انكودرز لها استخدامين، يا اما بعمل كومبريشن لو انا عايز اعمل كومبريشن، او بعمل فيتشر اكستراكشن هنا علشان استخدمه بعد كده في نيورال نتورك في كلاسيفيكيشن او في اي حاجه ثانيه، بس بجيب فيتشرز كويسه بتخلي الكلاسيفيكيشن بتاعها اسهل واسرع يعني. فسواء انا بعمل كومبريشن او بعمل فيتشر اكستراكشن، الاوتو انكودرز حاجه كويسه. طيب، بكل بساطه الاوتو الكونتراكتيف اوتو انكودر بيقول لك احنا عايزين نخلي الريبريزنتيشنز بتاعتنا روبست. روبست يعني مش بتتغير كتير قوي لما الانبوت يتغير. ان انا مفترض ان لو الانبوت اتغير تغيرات طفيفه، ماشي، فانا متخيل ان جزء كبير من التغيرات الطفيفه دي ممكن يكون نويز، صح؟ كالعاده زي ما قلنا عندك شويه بوينتس كده مثلا، فالبوينتس دي تقريبا واقعه على خط وفي شويه تغيرات بسيطه كانها عباره عن نويز او حاجه زي كده يعني. فانا كنت عايز اخلي الاوتو انكودر بتاعي روبست، عايز ان تغييرات طفيفه كده في الانبوت ما تاثرش في الريكونستراكشن. انا مفترض ان هي نوعا ما نويز، وانا مش عايز اعمل اوفر فيتنج على النويز اللي في الداتا او على التغييرات البسيطه قوي اللي في الداتا. انا كده هبقى بعمل اوفر فيتنج، بالذات ان انا عندي هنا عدد كبير من الهيدن نيورونز، وبالتالي انا ممكن اعمل اوفر فيتنج بسهوله. طيب، تعالى نفتكر كده الدي نويزنج اوتو انكودر كنا بنقول ايه. كنا بنقول ان انا في الدي نويزنج اوتو انكودر بيكون عندي مثلا ايمجز او تريننج اكزامبلز، وانا بحط عليها نويز بنفسي، ولكن اخلي الاوتبوت هنا يحاول يريكونستراكت النسخه النظيفه من الاكزامبل، ماشي. فانا بضيف نويز واخلي الاوتبوت يريكونستراكت النسخه النظيفه علشان اتعلم ان انا اتجاهل النويز. الكونتراكتيف اوتو انكودر، كونتراكتيف كونتراكشن اصلا معناه تقليص او حاجه زي كده، اللي هو يعني تمد انكماش حاجه زي كده، بس ايا كان يعني سيبك من معنى اللغه للكونتراكشن. الكونتراكتيف اوتو انكودر بيحاول يتجاهل النويز بشكل مور اكسبليسيت، بيقول لك انا عايز تغير كل اكتيفيشن بالنسبه للانبوت فيكتور يكون صفر. يعني فكر، هنحسن ده كمان شويه، بس دي الفكره العامه يعني. ان انا بقول ان انا عايز لو الانبوت فيكتور اتغير تغير بسيط، خد بالك التفاضل معاه تغير بسيط، فانا بقول لو الانبوت فيكتور اتغير تغير طفيف، عايز الاكتيفيشن فور افري اكتيفيشن، عايز الاكتيفيشن بتاعتي ما تتغيرش، او تعال نخليها اتش جي، ماشي، فور افري بوسيبل نيورون. طيب، لو انا عايز اعمل الكلام ده في هيئه كوست فانكشن، فهخلي الكوست فانكشن بتاعتي جي بتساوي سميشن من جي ايكوالز 1 ل عدد الهيدن نيورونز كي partial hj by partial training examples بتاعتي. فانا مثلا عندي training example معين، ماشي، يعني محتاج برضو اسام على training examples بتوعي من اول i equals 1 لحد n. هنا xi ده كده training example، ماشي. عايز امينيمايز الراجل ده، عايز اخلي ده as minimum as possible، عايز اخليه بصفر. طيب، لو انا خليت ده الترم ده بصفر، فانا واثق ان تغيرات بسيطه في الانبوت فيكتور مش هتاثر على الاكتيفيشنز، وبالتالي مش هبقى باوفر فيت على النويز. دي ده الجنرال انتويشن. المشكله طبعا كالعاده ان انا لو خليت دي هي الكوست فانكشن بتاعتي بس اللي انا بحاول اعمل لها اوبتمايزيشن بالجريدينت ديسنت، ممكن بكل بساطه اتعلم ان الهيدن اكتيفيشنز كونستنت، رقم كونستنت كده مثلا واقع يعني، كونستنت لكل التريننج اكزامبلز. لما اخلي كونستنت هيكون التفاضل بتاع الكونستنت وذ ريسبكت تو تريننج اكزامبل بصفر وخلاص يعني، ممكن اخليه بصفر، خليهم بصفار حتى، وساعتها هيأوبتمايز الراجل ده. ولكن لو عملت كده
هيكون مش هعرف اريكونستراكت الانبوتس، مش هعرف اريكونستراكت الداتا تاني، وبالتالي واضح ان دي ما تنفعش تكون كوست فانكشن لوحدها. فهنعمل كالعاده اللي بنعمله كل مره، ان احنا بنخلي الكوست فانكشن لها ترمين بيتخانقوا مع بعض. ماشي، لحظه كده انا عملت ايه، تعالى كده ارجع تاني. ترمين بيتخانقوا مع بعض زي ريجولاريزيشن، هيكون اول ترم هو الريكونستراكشن لوس العادي خالص، هنسميها سي، اللي هو الكوست فانكشن الطبيعيه اللي انا بمينيمايز الليست سكويرز ايرور بتوين الاكس والاكس ريكونستراكتد، اللي هو مثلا كان اكس ناقص اكس كاب الفروبينس نورم تربيع بلس سام كونستانت لامدا، برضو بارامتر ريجولاريزيشن زي ريجولاريزيشن كده في الموضوع ده، وهخلي ده كمان تربيع عشان عايز ده يكون رقم موجب، عشان ما يبقاش فيه ديريفاتيفز بالسالب والموجب يلاشوا بعض زي ما عملنا كده في الايرور يعني. فهخلي دي الكوست فانكشن بتاعتي. طيب ففي الحاله دي لو انا اتعلمت ان انا اخلي الهيدن ريبريزنتيشنز ما تتغيرش خالص خالص اطلاقا مع الانبوتس، هيكون الترم ده بصفر، بس الترم ده هيكون كبير قوي، ان هيكون الريكونستراكشن ايرور على التريننج اكزامبلز كبير جدا. فكالعاده الترم ده هتلاقيه بيتخانق مع الترم ده، وهيوصلوا في الاخر لحاجه تحاول توازن ما بين التو ريكويرمنتس. وبرده اللامدا ده لما يكبر قوي، مع ان انا مهتم اكتر ان ريجولاريزيشن يحصل، ان انا ما اوفر فيتش على النويز اكتر، لما يصغر مع ان انا مهتم اكتر ان ريكونستراكشن ايرور يكون صغير قدر الامكان. طيب تعال نفك الكلام ده شويه كده، هلاقي ان الجي بتاعتي عباره عن الفروبينس نورم بتاع اكس ناقص اكس كاب، ده كده ماتريكس اوف تريننج اكزامبلز يعني تربيع فروبينس نورم بلس. انا ممكن بدل اقبلك ده تفاضل، يعني الراجل ده تفاضل سكيلر وذ ريسبكت تو ا فيكتور، فتفاضل سكيلر وذ ريسبكت تو ا فيكتور زي ما احنا لو انت عندك فيكتور مثلا v ايكوالز v1 v2 وعندك سكيلر اسمه a، فتفاضل a تفاضل a وذ ريسبكت تو v كفيكتور بيكون عباره عن فيكتور سواء رو او كولوم بقى حسب انت بتعمله ازاي يعني. تعال نخليه رو، خلاص تعال نخليه رو كده، هيكون بارشال a باي بارشال v1. لحظه كده نظبطها معلش، لحظة ماشي، تفاضل A with respect to V vector عبارة عن رو، تفاضل A بالنسبة لV واحد وتفاضل A بالنسبة لV اتنين، الكلام ده عملناه قبل كده كذا مرة في كذا كونتكست مختلف يعني. فالقصد يعني ان الراجل ده في الحقيقة كل ترم من دول عبارة عن vector، ان HJ عبارة عن scalar والX I ده عبارة عن vector، فانا بفاضل. فانا ممكن عشان minimize الايرور، فانا محتاج امينيمايز ده ومينيمايز ده برضو، يعني عايز اخلي ده بصفر وده بصفر لو انا في البيرفكت سيناريو، عايز لو عايز اخليها بصفر يعني. فالحقيقه انا اقدر اقول ان الترم ده عباره عن لامدا في ثلاثه سميشنز ورا بعض. هنا هيكون بارشال اتش جي باي بارشال اكس اي كي مثلا، فانا هلوب على كل الفيتشرز في الفيكتور، كل واحد من دول ماشي تمام. وبعد كده هلوب من جي ايكوالز واحد لحد، طب بلاش كي، خلينا عشان تعالى نسميها كيو، عشان انا مخلي الكي هو عدد الهيدن نيورونز، خلي ده كيو وخلي ده هنا كيو، اللي هم عدد الفيتشرز في الفيكتور الواحد من كيو ماشي. وهنا الجي من واحد لحد كي اللي هو عدد الهيدن لايرز، وهنا الاي من واحد لحد ان. فده الكومبليت اوبجكتيف فانكشن بتاعتي لو انا بعتمد على كل التريننج اكزامبلز. طب لو انا عايز اشوف الاستوكاستيك فيرجن اللي انا بتكلم على اونلاين، يعني عندي اكزامبل واحد بس، هشيل بس سميشن بتاع عدد الاكزامبلز ده، ده هيخلي الدنيا ايه تبسط شويه عندي. فهقول ان الجي لو انا ستوكاستيك او فور سام اكزامبل، الجي فور سام اكزامبل اكس، سام سبيسيفيك اكزامبل اكس اي، يعني هيبقى بدل ده فروبينس نورم هيبقى اكس كفيكتور دلوقتي ناقص اكس كاب، يعني اكس اي ناقص اكس كاب اي ماجنتيود تربيع مثلا بلس لامدا، وهشيل السميشن ده سيجما من جي ايكوالز واحد لكي، سيجما من كيو ايكوالز واحد ل وات ايفر نسميها مثلا كيو كابيتال، بارشل اتش اي او بارشل اتش جي باي بارشل اكس اي كيو تربيع، عشان انا مش عايز ده يكون رقم نيجاتيف. جميل. الفكره بقى ان الترم الثاني ده كده عندي هو اكس اي ناقص اكس اي كاب ريكونستراكشن ايرور بلس لامدا. الترم ده في الحقيقه عباره عن الفروبينس نورم بتاع something عامل كده، هنا partial h j by partial x. تعال نريموف الاي دي، الاي عارف ان هو example for some specific example، فهو هنا ايه x واحد اللي هو الفيرست كومبوننت،
مش عارف خليها اكس اي، خليها اكس اي واحد عشان الناس ما تتلخبطش وخلاص. ماشي خليها واحد، دي هي الكومبوننت، مش الاكزامبل. هنا بارشال اتش جي باي بارشال اكس 2 اللي هي السكند كومبوننت، وهكذا لحد بارشال اتش جي باي بارشال اكس ام، او حد باي بارشال اكس كيو عشان انا عامل كيو من كل واحد كيو. وبعد كده بارشال اتش، لحظه بقى، انا عايز هنا اتش 1، انا عايز فور اول بوسيبل نيورونز، فدي كده هتبقى اتش 1 اتش 1 اتش 1. فاول رو ده تفاضل اتش 1 بالنسبه لكل الفيتشرز، بعد كده هنا تفاضل اتش 2 بالنسبه لاكس 1، اتش 2 بالنسبه لاكس 2، وهكذا لحد تفاضل اتش 2 بالنسبه لاكس كيو. وهكمل بقى تحت كمان لحد partial hk by partial h1، وهنا لحد partial hk by partial xq. لو انت خدت الفروبينس نورم بتاع الماتريكس دي هتكون فعلا بتجمع، او الفروبينس نورم تربيع هتكون فعلا بتجمع السكويرد ديريفاتيفز دي، اللي هو اللي انت عايزه فعلا. طيب الفكره بقى ان الماتريكس دي هي الحقيقه الجاكوبيان، تعالى افتكر كده الجاكوبيان، جاكوبيان بتاع مش عارف of الفيكتور h with respect to الفيكتور x، حاجه زي كده يعني، بيساوي ماتريكس فيها كل البارشال ديريفاتيفز دي، او عباره عن ماتريكس عامله كده. هنا هيكون بارشال h1 باي بارشال x كفيكتور كده، رو فيكتور كده، بارشال h2 باي بارشال x كفيكتور، اللي هو نفس الكلام اللي انا كاتبه هنا يعني، لحد بارشال hk باي بارشال x كفيكتور. فده كده هو الجاكوبيان ماتريكس، عشان كده ظهر كلمه الجاكوبيان في البيبر، او في البيبر اللي بتتكلم عن الرقد، عن الكونتراكتيف اوتو انكودر. ساعتها اتخضيت، بس في الاخر طلعت مجرد يعني ريبريزنتيشن للماتريكس في اسم الناس عارفاه وخلاص. حلو، يبقى اذا التوتال كوست فانكشن، توتال كوست فانكشن نسميها جي جي توتال بتاعت الكونتراكتيف اوتو انكودر عباره عن الليست سكويرز مثلا، او ايا كان بقى، لو انا عايز اعمل لوجيستيك، ولا عايز اعمل كروس انتروبي ولا حاجه، مش فارقه معايا، تربيع بلس الجاكوبيان اوف الفيكتور اوف اكتيفيشنز وذ ريسبكت تو الانبوت اكس اي ده. حلو، ففي الاخر لو انا عايز مينيمايز دي هيتخانقوا مع بعض لحد ما اوصل لحاجه ترضي جميع الاطراف. طيب تعال نبص على الترم ده بشكل اعمق شويه دلوقتي، الترم اللي هو الترم ده، تعال نشوف هيحاول يعمل ايه فعلا، هيحاول يغير الاتشات ازاي. تعال ناخد الكلام معانا ونشوف ده هيحاول ياثر على الاتشات ازاي. طيب تخيل ان انت معاك مثلا ثلاثه تريننج اكزامبلز، وكل تريننج اكزامبل عباره عن فيكتور، فيكتور اكس سواء بقى كان صوره او اي حاجه، بس انا هرسمه كفيكتور في ال2 دي عشان انا مش بعرف ارسم اكتر من كده. تخيل ان ده كان اول تريننج اكزامبل كان فيكتور عامل كده، وثاني تريننج اكزامبل كان فيكتور عامل كده، وثالث تريننج اكزامبل كان فيكتور عامل كده. طيب لو انت عايز تعمل بيرفكت ريكونستراكشن، صح؟ طيب فانت عايز ان الفاريشنز دي، او عندنا حتى كمان واحد رابع، عايز ان الفاريشنز دي بتوين التريننج اكزامبل الاولاني والثاني والثالث والرابع مهما كانت بسيطه، انت في الحقيقه انت عايز تكابتشر الفاريشنز دي، ان ده هو اللي هيخليك تعمل بيرفكت ريكونستراكشن. ماشي، فمثلا لو دي كانت صوره واحد عجوز عنده 70 سنه، ودي صوره واحد عجوز عنده 71 سنه مثلا، او دي صوره نفس الشخص العجوز بقى بفرق سنتين مثلا، وانت عايز تكلاسيفاي او تكلاسيفاي سنه، ايا كان انت بتعمل ايه، قصدي حاجات قريبه جدا 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 من بعض. فانت رغم ان دي سمول فاريشنز، بس هي فعلا بتريبريزنت حاجات بجد. يعني انت مفترض ان التريننج داتا بتاعتك، تريننج داتا اساسا، انت فعلا عايز تدستنجوش بين التريننج اكزامبلز دي. طيب فدي فاريشنز بجد. انت عايز ان لو الفيكتور اتغير من اكس 1 لاكس 2 لاكس 4، الاتشات دي عايزه تتغير، عايزه تكون، مش عايز تكون الديريفيتيف، او مش عايز يكون تاثر الاتش بالتغيير من اكس 1 لاكس 2 لاكس 3 لاكس 4 بصفر. ده لو حصل مش هتعرف تدستنجوش بين التريننج اكزامبلز بتوعك، بين التريننج داتا، مش هتعرف تعمل بيرفكت ريكونستراكشن او كلوز ريكونستراكشن للاكتوال تريننج داتا اللي عندك. فالحقيقه انت عايز حاجه، انت عايز تغير الاتش بالنسبه للاكس، لو انا بتغير من اكزامبل لاكزامبل عندي فعلا في التريننج داتا يكون تغير واضح. انت عايز تغير الاتش بالنسبه ل او تغير الاتش لما تتغير من تريننج اكزامبل لتريننج اكزامبل تاني يكون تغير واضح عشان تعرف تديستنجوش بين الحاجات دي. حلو، وده اللي كده كده الريكونستراكشن لوس هتحاول تعمله، اللي هو الجزء ده هيحاول يعمل كده، ان هو لو ما عرفش يطلع فيتشرز مختلفه باختلاف التريننج اكزامبلز اكيد مش هيعرف يخلي يمينيمايز الريكونستراكشن ايرور. فالقصد ان الترم ده هيحاول دايما يخلي ان الاتشات تتغير تغير ملحوظ لو التريننج لو 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 الاكسات اتغيرت في الدايركشنز اللي بتتغير فيها التريننج داتا، الاكتوال تريننج داتا.
بينما انا عايز ان التفاضل لو الانبوت او لو الانبوت اكزامبلز اتغيرت في اتجاهات مش موجوده في التريننج داتا يكون التفاضل بصفر. انا عارف كان يبدو مش واضح شويه، تعال نحاول نرسمه، تعال نحاول نخلي الدنيا فيجوال اكتر شويه. ان انا عندي اثنين انبوتس او اثنين فيتشرز اكس 1 واكس 2، وعندي هنا مثلا ماجنيتيود اي واحد من الاتش، يعني اي اتش دي فور اني اتش دي. طيب انا عايز ان قيمه كل الاتشات دي لو تعال نشوف كده، لو دول كانوا اكزامبلز فعلا في التريننج داتا، فطبيعي ان انا عايز الاتش جي يختلف باختلاف كل واحد من دول. كل واحد من دول عباره عن فيكتور، فيكتور اكس 1 عباره عن فيكتور اكس 1 اكس 2، فانا عايز قيمه الاتش جي تختلف باختلاف دول، عشان لو ما اختلفتش باختلاف دول انا اصلا مش هعرف ريكونستراكت الاكزامبلز بايرور قليل. طيب فانا كايند اوف عايز الاتش فانكشن بتاعتي، لو انا برسم الاتش فانكشن تكون عامله كده مثلا ده مجرد مثال، مثلا حاجه عامله كده، فقيمه الاتش مختلفه في الدايركشن ده الدايركشن بتاع الاكتوال تشينج اوف داتا، يعني عايز الاتش فانكشن كده تكون عامله كده، بحيث ان عند كل اكزامبل مختلف ارتفاع الفانكشن مختلف وبالتالي قيمه الاتش مختلف، وبالتالي الاوتو انكودر بيعرف يديستنجويش بين التريننج اكزامبلز بتوعي، وبالتالي هيقدر يمينيمايز الايرور عليهم. بينما في كل الدايركشنز الثانيه او الدايركشن العمودي تكون الديريفاتيف فلات، فده ممكن نعمله عن طريق ان احنا نرسم مش عارف حاجه عامله كده مثلا، نفترض ان ده كده فلات فيبقى كانه بول كده، كانها حاجه عامله كده، فالديريفاتيف في الدايركشن الموازي ده بزيرو، فاللي هو مثلا حاجه عامله كده وعامله كده وعامله كده، فكان دي الرسمه بتاعتي يعني نوعا ما. فانا بتغير في الاتجاه ده قيمه الارتفاع بتاع الفانكشن بتاعتي ما بتغيرش، بينما بتغير في الاتجاه ده قيمه الارتفاع بتاع الفانكشن يتغير. فده اكشلي هيحصل صح، ان انا الترم ده دايما عايز يخلي الديريفاتيفز بصفر، بس لو انا حاولت اخلي الديريفاتيفز بصفر في الاتجاه ده هيبوظ الريكونستراكشن ايرور، فهو هيحاول يخلي الديريفاتيف بصفر في الاتجاهات اللي ما تبوظش الريكونستراكشن ايرور، اللي هي الاتجاهات اللي ما فيهاش فاريشن في التريننج اكزامبلز اللي هو شايفها ان هو معتمد على التريننج اكزامبلز بس يعني. فبالتالي هيخلي الكيرف حاجه عامله كده، هيخلي قيمه الاتش جي ما تختلفش لو انا اتغيرت في اي اتجاه مش ظاهر فاريشن واضح في التريننج داتا، بينما في الاتجاهات اللي ظاهر فيها فاريشن واضح في التريننج داتا هيخلي قيمه الاتش جي معتمده او بتتغير بشكل واضح بتغير الفيتشرز بتاعتي، علشان الترم ده هيعترض لو خليتها بصفر. انما الترم ده في كل الدايركشنز الثانيه، دايركشن اللي هو دايركشن اللي عامل كده مثلا، دايركشن اللي مش ظاهر فيه فاريشن حقيقي في الداتا، الترم ده عايز يصغره، والترم ده مش بيعترض ان هو كده كده مش مؤثر معايا باي شكل من الاشكال في الريكونستراكشن ايرور، او مؤثر معايا بس بشكل ضئيل قوي، فالترم ده هو اللي هياخد الدنيا. يعني لو انت عايز يعني ممكن تفكر فيها، حتى هي شبه البي سي اي شويه، لو انت عندك بوينتس كالعاده عامله كده ماشي، فبرضه لو انت عايز تجيب احسن لاين هتلاقي اللاين ده، هتلاقي ده اتجاه اول فاريشن خليه اصفر، ومثلا ده اتجاه العمودي عليه. فبرضه اللي هيحصل ان واضح ان الاتجاه بتاع الفاريشن ده يعني بيفرق كتير بين الداتا بوينتس، بينما الفاريشن اللي في الاتجاه العمودي عليه اصلا قليل قوي، يعني حاجه بسيطه تريفيال يعني. وبالتالي الريكونستراكشن ايرور مش هيكون قوي مهتم بالاتجاه ده، يعني الاتجاه ده مش هياثر كتير في الريكونستراكشن ايرور لو تجاهلته خالص، بينما هياثر اكتر مع الجزء بتاع الديريفاتيف ده. فهتلاقي ان الاوتو انكودر كانه هيتعلم يريبريزنت الداتا اكتر باستخدام الفيتشرز الاتجاه ده لو ده يو 1 مثلا، ويتجاهل يو 2 علشان يو 2 او يتعلم يفرق بين الداتا في الدايركشن بتاع يو 1، وهيتجاهل يو 2 ان الفاريشن في الاتجاه ده قليل ومش مؤثر قوي في الداتا. ده شبه اللي كان بيحصل في البي سي اي. والحقيقه في البيبر بقى كمان بيبر حلوه جميله يعني، حاولوا يفسروا الكلام بشكل بقى اناليتيكال اكتر او ماثيماتيكال اكتر، واستخدموا صديقنا الصدوق السنجلر فاليو ديكومبوزيشن عشان يعملوا حاجه اناليتيكال اكتر، بس خلاص مش لازم نتكلم في الكلام ده هنا يعني. اخر حاجه بس قبل ما نقفل، عايزين نقارن كده بسرعه بين الكونتراكتيف اوتو انكودر وبين بقيه انواع الاوتو انكودرز الثانيه. تعال مثلا نقارن او تعال اول نتخيل حاجه، تعال نتخيل ان انا كنت مستخدم لينير اكتيفيشن فانكشنز، يعني الكونتراكت اوتو انكودر عموما انا بتكلم غالبا على سيجمويد اكتيفيشن فانكشن في النص او حاجه نون لينير يعني، بس لو انا كنت مستخدم لينير اكتيفيشن فانكشن الراجل ده هيقول ايه؟ تعال نبص على المعادله دي ماشي. لو الاتش دي كانت لينير اكتيفيشن فانكشن فهتلاقي ان تفاضل اتش 1 بالنسبه لاكس 1 الحقيقه عباره عن دبليو 1 مش كده ولا ايه؟ او تعال نبص على المعادله دي اللي فيها تربيع، دي المعادله الجميله دي، تفاضل اتش جي بالنسبه لاكس اي كيو هتبقى بتساوي
دبليو كيو اي، صح ان انا في الاخر هلاقي ان كل اتش جي، يعني كده كل اتش جي هتكون عباره عن سيجما اكس كيو دبليو كيو جي او دبليو جي كيو، مش كده؟ دي كده لو انا في اللينير كيس، فتفاضل ال HJ بالنسبة ل XQ هيجيب لي WJQ. لو انا عندي حاجة زي كده اهو، مثلا هنا وهنا، فانا عندي هنا ده كده W واحد واحد، عندي هنا W واحد اتنين، رايح لواحد وطالع من اتنين، وهكذا يعني. ده كده هيكون W اتنين واحد، ده كده W اتنين اتنين، وهكذا. فالتفاضل ده او ال HJ هيساوي الكلام ده، وبالتالي تفاضل ال J بالنسبة ل XQ اللي انا بجيبه اساسا هيساوي W، طبعا انا عندي ده تربيع، فده هيساوي WJQ تربيع. فالمهم يعني لو انا مستخدم linear activation في الهيدن لاير، هلاقي ان الترم ده بيقول في الاخر لمجموع الويتس تربيع، لمجموع الويتس تربيع، صح؟ مجموع الويتس اللي ما بين الانبوت لاير والهيدن لاير تربيع. فده الحقيقه هو ال L2 regularization، ماشي؟ فانت يعني هو بالظبط، مش بس شبهه، هو فعلا ال2 ريجولاريزيشن بالظبط. فده بيقول لك لو انت عملت كونتراكتيف اوتو انكودر واستخدمت لينير اكتيفيشنز، انت في الحقيقه بتعمل ريجولاريزيشن، واحنا عارفين ان الريجولاريزيشن بيقلل الاوفر فيتنج اساسا، لما صغر الويتس، لما الويتس تكون صغيره، وبالتالي ده بيقول لك برضه ان في انتويشن كويس للكونتراكتيف اوتو انكودر. فدي كده كانت اول حاجه، العلاقه بين الكونتراكتيف اوتو انكودر وبين الويت دي كي او بين ال2 ريجولاريزيشن. طيب علاقة الكونتراكتيف اوتو انكودر بالدينويزنج اوتو انكودر، اتكلمت عنها في بداية الفيديو، ان احنا يعني نفس الفكرة بتاعت الدينويزنج، ولكن نلاحظ فرق صغير ان الكونتراكتيف اوتو انكودر هيكون احسن شوية من الدينويزنج اوتو انكودر نوعا ما، يعني بناء على كلام البيبر، وده كلامهم منطقي فيها شوية، وان كان هم طبعا مين يشهد العروسة يعني. بس الفكرة ان الدينويزنج اوتو انكودر بيحاول بضيف نويز على الانبوت وبحاول مينيمايز الريكونستراكشن ايرور بس. فبالتالي عشان امينيمايز الكونستراكشن ايرور انا بعمل ريجولاريزيشن، او يعني بعمل كايند اوف بعمل ريجولاريزيشن على الويتس اللي هنا والويتس اللي هنا، الويتس اللي ما بين الانبوت والهيدن وبين الهيدن والاوتبوت، بعمل ريجولاريزيشن في الاثنين، ان في الاخر الاثنين دول مع بعض هياثروا على الريكونستراكشن ايرور. بينما الكونتراكتيف اوتو انكودر مفيد اكتر في الفيتشر اكستراكشن، لان هو بيعمل ريجولاريزيشن بشكل اكسبليسيت وصريح في الجزء ده اللي هو بين الانبوت والهيدن، فبالتالي هو بيفرض بالعافيه هيدن فيتشر ريبريزنتيشنز كويسه احسن من الدينويزنج اوتو انكودر. الدينويزنج اوتو انكودر ممكن يخلي دي نص نص ودي نص نص ولاقي الريكونستراكشن ايرور كويس، بينما في الكونتراكتيف اوتو انكودر بيحاول يخلي كل مجهوده يوجه كل مجهوده للجزء ده، يعني عشان هو بيحاول يجيب فيتشرز احسن. وبالتالي لو انا بستخدم الاوتو انكودر ده عشان اجيت بيتر فيتشرز، عشان بعد كده استخدمها كانبوت للنيورال نتورك او حاجه، للنيورال نتورك كلاسيفيكيشن بقى، او ديب نيورال نتورك او سي ان ان او ايا كان اللي انا هعمله يعني، هيكون الكونتراكتيف اوتو انكودر احسن، لان هو بيحاول يخلي الجزء ده حلو جدا، وبالتالي بيخلي الفيتشرز ريبريزنتيف اكتر بكتير او اكتر بشكل يعني كويس من الدينويزنج اوتو انكودر. طيب ده كلام جميل. اخر حاجه، علاقه الكونتراكتيف اوتو انكودرز بالسبارس اوتو انكودرز. السبارس اوتو انكودرز كانت بتحاول تعمل ايه؟ كانت بتحاول تخلي activations اغلب النيورونز في الهيدن لاير بصفر، صح؟ طيب لو انا استخدم سيجمويدز، فمعنى الاكتيفيشنز بصفر ان انا او قريبه من صفر، ان انا في الجزء ده، ان انا في الجزء ده، في الجزء لا مش كده عشان دي سيجمويد، ان انا في الجزء ده من السيجمويد، الجزء اللي على الشمال ده من السيجمويد. طيب هتلاحظ انك في الجزء اللي على الشمال ده من السيجمويد انت قيمتك بصفر، وبرده السيجمويد اصلا بتساتوريت هنا، فالديريفاتيف تقريبا بصفر. فالحقيقه ان معنى ان انت مطلع اغلب الحاجات بصفر، مطلع اغلب الاوتبوت بصفر لو انت مستخدم سيجمويد، ان اغلب الديريفاتيفز برضه بصفر، دي من خصائص السيجمويد. فبالتالي هتلاقي ان السبارس اوتو انكودر هتلاقي القيم دي اللي هي بتاعت الديريفاتيفز دي اغلبها برضه بصفار. فبالتالي السبارس اوتو انكودر في جزء كونتراكتيف حتى لو انت مش اكسبليسيتلي بتنفورس ان الديريفاتيفز تبقى بصفار، بس ده اللي بيحصل بالذات لو انت بتستخدم سيجمويد اكتيفيشنز او 10H اكتيفيشنز يعني. تمام.